السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومستمعين قناة الريان في يوم جديد من أيام الشهر الفضيل وحلقة جديدة من برنامجكم عصرية. يا أهلا مرحبا فيكم في هالساعة من برنامجكم عصرية، موعدنا اليومي الجديد اللي نطلع عليكم فيه من السبت للخميس من الساعة 3 للساعة 4، نتناول فيه كل ما يخص الشهر الفضيل بفقراتنا الحوارية. لليوم بتكون معنا الفاضلة السيدة اليازي الكواري رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في قطر، نتكلم معها حول دور الإعلام في التعريف بقضايا ذوي الإعاقة. في فقرة الصائم الصغير بنتعرف على تجربة جديدة للطفلة لطيفة المنصوري، أما في فقرة حزاوي بنشوف وياكم حزاية جديدة مع الراوية أمينة البدر، بالإضافة لمشاريع قطرية منزلية تستحق منا أن احنا ندعمها، وهذا من منطلق المسؤولية الاجتماعية اللي تقوم بها قناة الريان. وايضا في مجالس عصريه بنتوقف مع امهاتنا وعادات اول في الشهر الفضيل وغيرها من التقارير والمواضيع اللي اتمنى ان هي تنال على اعجابكم. ولفقراتنا الحواريه بنتناول موضوع دور الاعلام في التعريف بقضايا ذوي الاعاقه، حيث الاعلام دور كبير في التعريف بالقضايا وترسيخ الوعي والمعرفه بحقوق كل الفئات، وبنتناول معاكم فئه معينه وتوفير افضل السبل والطرق لدمجهم في المجتمع. حول آلية تسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة ومكانة أو إمكانية تحقيق هذا الدمج من خلال وسائل الإعلام، السيدة اليازي الكواري رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في قطر بتعرفنا عن الموضوع أكثر. يا هلا مرحبا فيك. يا هلا فيكم. أولا أنا أشكركم على استضافتي اليوم هذا وطرح مثل هذه الموضوع، هذه في حد ذاته بيجاوب على جميع الأسئلة اللي أنتوا بتسألونها. أن تستضيفون ناس تهتم وناشطة في مجال ذوي الإعاقة عشان تعرفون وتعرفون الناس في بيوتهم على هذه على المواضيع ذوي الإعاقة والمهتمين في هذه الموضوع، فتخيلوا كم بيت بيدخل هذه البرنامج الحين. لو تكلمنا مثلا في محاضرات أو في ورش عمل أو كذا ما راح أوصل للكم اللي راح يوصل له والعدد اللي راح يوصل له الحين، بغض النظر عن التلفزيون على مواقعكم إذا كانت في تويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي لكم. عشان شي قلت أن هذا مو بس واجبنا، نعم. هذا دورنا، لأن هذا دور الإعلام. نعم الله يجزيكم خير. فهذه هو الدور اللي إذا تكلمنا في موضوع يخص ذوي الإعاقة أو حاولنا أن احنا نثقف المجتمع أو أن احنا نطرح أي فكرة، فطرحناها من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية والسوشيال ميديا وغيرها راح توصل لعدد أكبر من الناس، فمعناته أن أنت قدرت توصلين فكرتك لأكبر عدد أنت محتاج أن توصلين لفكرتك، وهذه اللي احنا حابين أن احنا نوصله، واللي تقريبا ابتدينا يعني قطعنا شوط كبير فيه طبعا بمساعدة المحطات الإعلامية والقنوات الإعلامية في دولة قطر. عندنا قناة الريان، قناة قطر، الجزيرة، قطر اليوم، كلهم محطات متعاونة معانا في إيصال وتغيير النظرة السائدة في المجتمع لذوي الإعاقة. تستاهلون أكيد الدعم اليازي. كلمينا اليازي، شنو الفكرة اللي حابين توصلونها؟ أن أبنائنا من ذوي الإعاقة أيضاً قادرين على أن هم يقومون بهذه المجال الإعلامي، وإحنا نشوفهم الحين عندنا يمكن في الأول ما كانوا حابين أنهم يدخلون هذه المجال، ولكن الآن عندنا عدد كبير حاب أنه يدخل هذه المجال من ذوي الإعاقة. من كم يوم كان في عندنا الصالون الثقافي في المركز الثقافي للمكفوفين، كان الصالون الثقافي عن ذوي الإعاقة والإعلام، وبوجود عدد كبير من أبنائنا من ذوي الإعاقة، وهم أتكلموا عن طموحاتهم وعن نظرتهم للإعلام وعن أنهم حابين تطلع مواضيعهم إعلامياً والناس تعرفه. يعني في إعاقات حتى جديدة مثلاً أو غير معروفة، الكل يحب أنه في متلازمات نادراً أنها هي مثلاً تظهر في مجتمعنا في المجتمع وغيره، او تظهر مثلا واحد او اثنين في اهالي احنا نسميها متلازمه مثلا او متلازمات. احنا المعروف عندنا متلازمه داون هاي مشهوره ومعروفه، لكن في متلازمات ثانيه مثل متلازمه ريت وغيرها
غير معروفة، غير معروفين. أيضا لو تكلمنا عن التوحد، التوحد معروف شيء بسيط عنه، ولكن غير معروف أشياء كثيرة عنه. فهو التوعية وتغيير نظرة الناس، النظرة السائدة في المجتمع لذوي الإعاقة، أنه هذه إنسان مسكين وهذه إنسان ضعيف، وهذه هذه الشيء اللي إحنا حابين أنه هو يطلع. مثلا عندي منى المالكي، شابة من ذوي الإعاقة الجسدية، وهي تحب الكتابة. احنا في الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة ابتدينا ان احنا ان نأهلها لهذه الشيء، ونعطيها مسؤولية وقسم كبير يعني من العمل، ان تحضر الدورات والندوات، وبعضها وبعد ما نخلص الندوة او الفعالية اللي هي حاضرتها، نطلب منها تعطينا ريبورت او تقرير عن الفعالية اللي هي حضرتها. وما شاء الله إذا في أشياء بسيطة اللي نحن نصلحها لها صارت ما شاء الله عليها. ومرات ننزل التقارير اللي هي تكتبها على الجرائد والصحف ما شاء الله. أيضا عندنا الأستاذ طالب عفيفة من ذوي الإعاقة الحركية، وهو المسؤول الإعلامي في الجمعية القطرية، وايضا موظف في جريده الشرق. عدد كبير يعني من غني على التعريف. مسالي بخير. وعندي عبد الله الساده، طالب هو في الثانويه الان، في اول ثانوي او ثاني ثانوي، والله نسيت. عبد الله ايصاف، بس عبد الله دائما يحب يطلع في الاعلام، في السوشيال ميديا، يحب يعمل، وطلع كذا مره ويتكلم 5 لغات، وأمنيت أنه يصير إعلامي يعني، وأنه يقدم برامج، وأنه يتكلم مع ضيوف في برامج. لما نسوي فعاليات دائما يعني أدعيه يأكد هل في حد من الإعلاميين موجود، على أساس أنه يحب يعني يتكلم معه. فهم عندهم ميول كبير لهذه الجانب الإعلامي. حركية أي. ففي أعداد كبيرة منهم. في مشاريع جديدة موجودة في الجمعية القطرية إن شاء الله، وراح ترى النور مع قناة إعلامية كبيرة عندنا في قطر، إن إحنا راح نأهل عدد إن شاء الله من أبنائنا من ذوي الإعاقة، كلا بحسب ميوله، إنهم يستلمون عمل داخل القنوات الإعلامية اللي موجودة في دولة قطر. جميل، اكيد ان شاء الله راح نرافقكم في هذه التفاصيل. وحين مريم بنشوف تجربه صيام جديده. ايه، نروح مشاهدينا تجربه صيام جديده مع صام صغير، نرصدها لكم هالمره مع بنتنا لطيفه المنصوري. خلونا نتابع. يحبوا رمضان لأن الله يحبه، وإحنا نقرأ في القرآن الكريم ونصوم فيه ونزور الأقارب ونعطي الفقراء الأكل. اللي دربني على صوم أمي وجدتي وخالتي يوم أنا صغيرة، بنت خالتي كانت تعلمني. اللهم اغفر لي والدي وكل أسرتي، وأدخل أمي وأبي وكل أسرتي إلى الجنة. لما أنا أقوم الصبح أتوضأ، وبعدين أصلي، بعدين ما أكل شيء. في المغرب لما يصير الشمس برتقالية وأثى أكل. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظما ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أنا يوم أنا صمت ما نسيت، بس ولد خالي سوى هالحركة. أنا وأختي لما إحنا نخلص أول شي نصلي، بعدين نروح نلعب في غرفة الألعاب. أبي أصير دكتورة، عشان أنا يوم أنا صغيرة كلهم كانوا يقولوا لي دكتورة. بعدين خالتي، مو بخالتي، بنت عمة أمي قالت
بس أنا بقول لك إنه لازم يكون عندك إبرة، وهذه مال القلب، وبعد هذه شو اسمه هاي اللي ما إحنا نأخذ الدم نحط فيه الجلاس، وبعد إحنا نبي لازم يكون عندنا هذه مال التنفس هذه كذي، ولازم يكون عندنا سرير عشان ننام فيه. أنا وأختي الصغيرة ساعد أمي في لما إحنا نكون في المطبخ، أطبخ معاها عصير وخبز رقاق وكيكة وكب كيك. أنصح اليهال في رمضان يصومون ويصلون ويساعدون أمهم في أعمال المنزل ويحفظون القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. تبارك الرحمن، الله يحفظها. عفوية تينن، شكرا ربكم عليها العين حق، الله يحفظها ويحلي حقها لها إن شاء الله. نرجع نستكمل حوارنا مع أستاذة اليازي. كنا نتكلم عن دور الإعلام وذوي الإعاقة، وهم أتوقع أفضل أشخاص أنهم يتكلمون عن نفسهم. فتكلمنا يمكن عن القنوات التلفزيونية، باقي وسائل الإعلام شلون دورها معاكم، والأنواع الإعاقة اللي ممكن تكون حابة تخوض هالمجال؟ والله ما شاء الله، يعني باقي الوسائل اللي هي الصحافة والهاي، الكل متعاون يعني. فاحنا دائما انشطتنا ننزلها على الجرايد لاظهار وابراز انشطة ذوي الاعاقه. يعني احنا لما ننزل نشاط على الجرايد او نعلن عنه، مش بس لان نحشي الجرايد باخبارنا، لا، هو على أساس جميع ذوي الإعاقة اللي موجودين يعرفون أنه في مثلاً جهة معينة تقيم احتفالات أو تقيم فعاليات أو محاضرات أو ورش، فهم قادرين أنهم يتواصلون معاها. أيضاً نبرز للمجتمع أن هذه الفئة عندها أنشطة وعندها أعمال تقوم فيها طول السنة، يعني ما مش هي المهملة، وهي تشارك في جميع الاحتفالات، في جميع الفعاليات اللي تمر على الدولة، مثلهم مثل غيرهم. فهي السبب اللي دائما نكون احنا نعلن او ننزل اعلاناتنا لفعالياتنا، وبعد نكون متواصلين لابراز دور ذوي الإعاقة. غير مثلا الجرايد، عندنا مواقعنا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، مثل انستغرام، سناب شات. الآن عندي عدد من أبنائنا من ذوي الإعاقة هم عندهم سناب شات خاص فيهم. مثلا عندنا غانم المفتاح، انستغرامه وسنابه معروف على العالم، مش بقول على دول الخليج او غيره، الكل عارفه والكل يتابع ويتكلم عن مواضيع كثيره تمس الجانب ذوي الاعاقه، تمس الاحتفالات في الدوله، تمس العلاقات الاسريه، مواضيع كثيره تهم الناس يتكلم فيها. ايضا عندنا انستغرام عامر المنصوري اللي هو أصغر طفل من ذوي التوحد، وهو رسام فنان. أقمنا له معرض في كتارة من فترة شهرين تقريبا. الآن عنده إنستغرام، وإن شاء الله بيكون عنده سناب. طبعا ولية أمره هي المسؤولة عن موقعه، لإبراز إيش هي جوانب حياة كثيرة عند ذوي التوحد. مثلا عندنا عامر المنصوري، وعندنا بعد راشد المري، هذه الأطفال من ذوي التوحد. أنا حبيت أن أمهاتهم هم أطفال قطريين، عملوا لهم مواقع
تواصل اجتماعي على أساس أي أم عندها طفل من ذوي التوحد من حابة أنه يتابع ويشوف الطفل هذه شلون حياته، شلون الأهل قادرين أن هم يتأقلمون ويأقلمون طفلهم على هذه الموضوع، وشلون هل هو يأخذ جلسات علاجية، هل يعيش حياته بشكل طبيعي، كل هذه بيلاقونه في مواقع التواصل مع الأهل. حلو أنهم يشوفون تجربة ثانية عشان ما يحسوا أنهم بروحهم، بنفس الوقت عشان يشوفون أمثلة تجارب جديدة في التعامل. اليازي خلينا نتكلم شوي عن دمج الوظيفي. الأمثلة اللي ذكرتيها كلهم عندهم القدرة، خصوصا في أشخاص عندهم إعاقات جسدية، فكلميني عن الدمج، الناس شلون متقبلتهم في الدمج الوظيفي؟ طبعا كنا قبل، ما راح أتكلم عن قبل، ابتدينا غيرنا، يعني دولة قطر ما قصرت وهي سباقة في هذه المواضيع والأعمال الخيرية. فابتدى الدمج الوظيفي، كان يمكن لو تذكرنا من كم سنة كان الناس ترفض أنه شلون بيكون من ذوي إعاقة ويتوظف، حتى أصحاب العمل نفسهم طيب شلون بعتمد عليه، ولما يعطونا بيكون تحقيقا لقانون دولة قطر اللي وضعه المشرع الله يطول في عمره، انه 2% ولم يقفل السقف، انه 2% والسقف مفتوح، ما قال 2% ونوقف عند 2%. يمكن الزامي 2% الزامي ومفتوح. اثرت تريازي هال 2%؟ طبعا صار الزامي على كل المؤسسات انه يكون عندهم 2% من ذوي الاعاقه وما فوق. بس في البدايه كانوا يوظفونهم بس لمجرد تحقيق القانون. بعد كذا هم نفسهم ذوي الاعاقه صاروا يطالبون، احنا مش قاعدين يعني بس في المكان وما عندنا وظيفه، احنا قادرين ان احنا نشتغل وقادرين ان احنا ننتج وقادرين نفيد المكان اللي احنا فيه. فبالعكس ابتدوا هم فعلا يعني يستلمون عمل ويشتغلون مثلهم مثل غيرهم. نفس الداخليه اتوقع في الخطوط، يمكن اكثر عدد في الداخليه. اكثر عدد في الداخليه الله يعطيهم. هذا من حقهم بعد، من حق كل انسان انه هو ينجز، مو بس ينحط كذي ويتكلم وابتدوا ياخذون دورات لو اهل، حتى لو انسان من غير ذوي الاعاقه جبته وسلمته وظيفه وما اخذ دوره تؤهله انه هو يعمل في هذه الوظيفه وينتج، ما راح يعرف. صحيح. وحلو انه يوم نتكلم عن التوظيف نتكلم بعد عن توفير المرافق اللي صالحه للاستخدام، من هاللفت، من هالاماكن اللي يصفون فيها. فتحسين انه لا احنا موجودين نقدر نروح كل مكان. الحمد لله عندنا في قطر تقريبا هذه الموضوع المرافق صارت، لان في قانون يلزم البلديه وانه لازم تكون المباني شامله على هذه الشيء. فان شاء الله في كل مكان، حتى الاماكن القديمه صاروا يطورونها ان تكون مهيئه حق ذوي اعاقه. فيمكن نقول 80% الحمد لله قطعنا شوط في هذا الموضوع. ففي النهايه يمكن لو تعطينا فكره عن بعض المواضيع اللي ودكم تطرحونها، يمكن هذا يكون يعني تكون نافذه للعالم اللي ممكن حابه تتواصل معاكم أساس بعد تساهم في نشرها. المواضيع كذوي إعاقة هم حابين إنه يكونون إعلاميين ويدخلون هذه المجال، وإن شاء الله بيننا وبين قناة الجزيرة في عقود شغالين عليها حاليا، إن شاء الله بيكون في عندنا دورات تدريبية لأبنائنا من ذوي الإعاقة. أيضا لما كنا في الصالون الثقافي في المركز في المركز الثقافي للمكفوفين، وانطرح هذه الموضوع وكان عدد من أبنائنا من ذوي الإعاقة حابين إن هم يدخلون هذه المجال، طرحت عليهم مبادرة من الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة إنه الجمعية فاتحة أبوابها لتدريب أبنائها من ذوي الإعاقة على الإعلام، لأبنائها من ذوي الإعاقة وللإعلاميين اللي حابين إن هم يدربون من ذوي الإعاقة في الكتابة،
تقديم برامج في غيره، فمرحبا فيهم، احنا مستعدين ان احنا نتبنى هذه المشروع. واحنا نقول لكم في قناه ريان رحب اكيد فيكم، على الاقل لو زياره ميدانيه يشوفون الاجواء في قناه ريان ويشوفون البرامج خلف الكواليس. صح ريان؟ وايد شيء حلو. اكيد ان شاء شكرا الله. شكرا لك لياذي الكواري، صوت ذوي الاعاقه ما شاء الله صوتها عالي خلود، ما نقدر ننكر هالشيء، وقطعته شوط طويل. الله يوفقكم وان شاء الله القادم اجمل. الله يزيدك باذن الله. ونذكر مشاهدينا تقدرون تتواصلون معنا عبر هاشتاغ برنامج عصرية. فاصل وراجعين. أرحب فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا، وكعادتها في كل عام أقامت الجمعية الإقطارية للسرطان حفل إفطار أعلنت خلاله تدشين برنامج ابتسامتك حياتنا. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. عشرون عاما وتستمر مسيرة العطاء للجمعية القطرية للسرطان التي أعلنت عن برنامجها الجديد ابتسامتك حياتنا، والذي يهدف إلى توعية المرضى والناجين من المرض وذويهم وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان. وقد تم الإعلان عن هذا البرنامج خلال حفل إفطار أقامته الجمعية احتفاء بالناجين من المرض. وسينطلق البرنامج في مركز أريدو للتوعية بالسرطان ابتداء من شهر يوليو، حيث سيقوم متخصصون بتقديم الاستشارات والمساندة اللازمة للمرضى وذويهم. والموضوع الثاني نقول احتفلت أكاديمية سباير بتخريج 38 خريجاً واعداً بحضور عدد كبير من إداريين الأكاديمية وذوي الطلاب. التفاصيل في هذا التقرير. احتفلت أكاديمية سباير بتخريج الدفعة العاشرة في قبة سباير بحضور عدد من الضيوف وممثلي الاتحادات الرياضية ومسؤولي مؤسسة سباير زون. لله الحمد نحتفل في هذه الليلة بتخريج الدفعة العاشرة من أكاديمية سباير، 38 خريج عاشوا معانا تقريبا 6 سنوات، تلقوا أفضل تعليم، حصلوا أفضل تدريب، انصقلت شخصيتهم وانصقلت مواهبهم. لله الحمد إن شاء الله الحين بدعم أولياء الأمور بتعاونهم معانا راح يكونون إن شاء الله خير عون لهذا المجتمع، وراح إن شاء الله أن يثرون الساحة الرياضية والعلمية والعملية إن شاء الله مستقبلا. الحمد لله احنا نحتفل بالدفعة العاشرة للتخرج، وهذا طبعا فخر لنا احنا أكاديمية سباير. طبعا الأكاديمية متى ما انشأت من أول إنشاء من 2013 لحد السنة هذه العشر دفعات ترى مو سهلة جدا، احنا ننتظر ثمار العشر الدفعات هذه إن شاء الله. مثل ما خرجنا أبطال راح إن شاء الله نشوف أبطال في مجالات أخرى إن شاء الله. حبيت أبارك حق نفسي وحق ربعي الطلبة، أتمنى كل واحد يتوفق في حياته، وسباير هي كانت أمي الثانية، علمتني المسؤولية، علمتني الالتزام في الوقت. وتضم الدفعة العاشرة 38 طالبا رياضيا أعدتهم الأكاديمية ليرفعوا اسم قطر عاليا في مختلف المحافل الرياضية والعلمية.
الله يحفظهم ان شاء الله، وان شاء الله فخر ويرفعون اسم الدوله عالي. امين يا رب. مشاهدينا ما دمنا في رمضان خلونا نروح نشوف ونتعرف مع الزميله حصه سويدي على الازياء والملابس التراثيه مع الوالده ام علي والوالده ام منصور. مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعين قناة الريان، وارحب بالزميلات في استديو عصرية. نعم احنا موجودين الان في هذا الميلس الشعبي، الميلس اللي راح نتكلم فيه عن رمز من رموز تاريخنا وتراثنا الاقطري، هذا الرمز اللي ما يفارقنا ويميزنا وين ما رحنا. اليوم بنتكلم عن الازياء والملابس الشعبية النسائية الاقطرية وبتفاصيلها، سواء كان من قماش، سواء كان من أنواع خيوط تستخدم في هذا القماش من قطع معينة، مع أمهاتي، معاي أم علي. يا هلا ومرحبا فيك. الله يسلمك. معاي أم منصور، شلونك فديتك؟ بشرنا عنكم إن شاء الله طيبين. الله يسلمك. الله يخليك. لو بنبتدي معاك أم علي، الأول شن هي القطع الشعبية اللي تلبسها المرأة؟ والله عندنا الأول يعني قطع شعبية، عندنا اللي هو الحبنبو اللي يسمونه حبنبو، عندنا مطرق الشيخ هاي القديم القديم. هذه أسماء هاي أسماء الخلق. الخلق. أيوة. بس كقطع اللي تلبسها يعني تلبس مثلا الدراعة. تلبس الدراعة. أي. الثوب. الثوب. إيه عندك العباية، عندك الشيلة، يعني على حسب اللي المناسبة اللي عندنا يعني. نعم. الأيام العادية لها شيء والأيام المناسبة لها شيء. يعني والقطع تتشابه ما بين القطع البنات مثلا الصغار والمرأة المتزوجة؟ نعم. ساعات مثلا الأم مثلا عندها 3-4 بنات، هي تشتري الخلق لها حق بناتها. يعني يتشابهون. بس في معظم الأوقات لا، تتطرز حق اليهال يعني أشياء اللي يلبسونها البنات يعني. على طار الخلق اللي طرتهم علي، منصور أنت تخيطين؟ أي نعم خيط. وجميع أنواع على جميع أنواع القماش؟ جميع. وين تعلمت الخياطة؟ علمتني يدتي وأمي أخيط. والخلق بعد لها اسم، مو بنفس الخلق. فيه اسمه كيمري، وفيه اسمه بريسم بشعرة، وفيه اسمه بعد جف السبع، في دح الماية، في رش المطر. بعد قلتي أعطيتينا كم من اسم أم علي؟ هي أسامي ما عطتك نفس الاسم. ما عطت لأن هي ما شاء الله عندها أسامي الخلاقين اللي عندها، لأن هي خياطة. أي ما شاء الله. ما شاء الله عليها. عاد هي الحين الخبيرة. هي الخبيرة. نستفيد منك عيال. إن شاء الله. إن شاء الله. والململ بعد لا تنسينا. الململ. وعلى طاري بعد الململ، يعني الخلق له مناسباته، يعني في شيء حق البيت، في شيء حق الصيف، في شيء حق الشتاء. إي نعم. إي شنو هذا الخلق اللي ممكن كان يستخدم حق الشتاء والشيء اللي حق الصيف؟ اللي حق الشتاء شوي متين على صوف كذي. نعم. مخلوط على صوف، على يعني الخلق المتين، كيمري المتين، بوبرين بعد الخلق الترقال المتين. هذه متين. أي نعم. أنواع يعني الشتاء تختلف عن القيض. والقيض لا، القيض له الكيمري، يخيطون له الكيمري الخفيف، القطن الخفيف، هذه حق القيض. والمناسبات؟ المناسبات لا، يعني لينا حق عيد، لينا حق عرس، مثل العياد، مثل حرير، مثل هذه شو يسمونها بريسم بشعره. مثل هذه جف السبع. مثل هذه اللي يسمونها رش المطر. رش المطر. دح المايه. مطرق الشيخ. حلو. يعني هذا بعد حتى الاسماء وايد في، يعني اسامي وايد. والشال موجوده هالقطع هالايام؟ يعني انا ما اسمع فيها وايد موجوده. لا انت ما تسمعين، احنا ما ذيك الخلاق الاول ما في منه الحين. الحين ما في. الحين ما في. الحين لو في بس تقليد يعني. ايه مال الاول. صحيح. ما في، في تقليد يعني، مو فيه مثل الخلق الاولي لا. نعم. حتى البريسم هذه الحين اشوى، رجعوه مثل البريسم بشيره. رجعوه. يعني لو بنقول عن هذه القطعه، هذه قطع مال اول، هذه مو مال. انت قلتي لي ان هذه هي هذه القطعه هي بريسم بشيره. صح؟ اي نعم. وهذه انت مخيطتها؟ هذه انا مخيطتها، هذه حق مثل المناسبات، مثل العراس، مثل عيد، مثل هذه. هذه انت مخيطتها لك صح؟ مخيطتها حق، مخيطتها حق يعني الاستعراض. اي حق الاستعراض. ما شاء الله عليك، عشان بس تروينهم شلون الرياضه شلون مثل يعني. ايش ما استخدمها انت هني؟ هذه مثل خلق، هذه اشتري من السوق. اشتري من السوق الزري هذه وراكب عليه، اول خيطها بروحها كذي. بعدين اركبه عليه حق اليب وحق اليد وحق هذه. طيب هذه لها اسم هالقطعه او لها الخياطه؟ اي لها اسمها. هاي اسمها بريسم بشيرة. وهذه اسامي اربع قطع فيها. شو اسميهم؟ مش قطعه واحده، لهم اسامي. هذه اسمها بدن.
هذه البدن؟ اي اي. وهذه التنفايه؟ وهذه التنفايه. وهذا الابط؟ الابط مع اليد. الابط مع اليد. اي اي، ثلاث قطع فيها هي، مو قطعه واحده. بس ام علي انت بعد قلتي لي تخيطين. اي انا اطرز. اطرزين. يعني المخدات، المساند، مال السرير، مال العروس. يعني تعلمت من اختي اللي هي الاولي فيها طاره يسمونها. اي نعم. تركبين الخلق. ايه. ترسمينه بقلم طبعا، وبعد ما ترسمينه تركبينه للطاره لها ثنتين. ايه. وفيها نفس التريت، تحطين الطاره وتحطين عليه وتتيتينه وتقعدين تخيطين لين تسوين الشياره والورده. احنا هالايام لين نخيط بنروح الخياط، ويعني بالموديل اللي احنا نبغيه. ايوه. الاول كان عندكم خياطات ولا بس انتم معتمدين على خياطات البيت؟ خياطات. في خياطات وفي احنا اللي يعرف يخيط في البيت يخيط في البيت، واللي ما يعرف يوديه حق خياطه. اللي تعرف تخيط في البيت. ايه. واللي ما تعرف تخيط تودي حق عيالها وحق خواتها. ايه. لها وحق بناتها وحق خواتها حق امها. يعني حق مثلا المناسبات الاعراس ممكن يعني اللي تعرف تخيط يروحون لها ويقولوا لها خيطي هنا. نودي لها القطع حق اللي تعرف نودي لها القطع. ايه. حق عياد مثل مناسبات هذه نودي، مثل يمكن ما عندنا تطريز حق التطريز ما نعرف له. ايه. نودي حق اللي تعرف، احنا عندنا الخياط العادي. أي. طيب ام علي شايبت لنا هنا هذه ثوب مكوره طبعا انتم يعني اي لو بتفتحينا. اي نعم. أيوة. معروف الثوب المكوره. الثوب المكوره او ثوب المكوره هاي حق العيون، حق العروس، المناسبات. أي. المره تلبسه يعني في البيت له نكشه ثانيه. اي كل ناس في البيت له نكشه ثانيه، حق مثلا العروس بيدونها بتريلها خفيف لبسه. أي. يعني تلبسها المره تزين فيه وتروح هذه يعني. ولا طريقة في لبسته مثل ما قلتي لي منصور؟ اي نفس. اي نعم. يعني مثلا الحين الطريقة اللي انت لابسة فيها. اي لبسته شبعة. شو نسميها؟ شبعة. شبعة. شبعة الثوب. تشبيعة الثوب. تشبيعة الثوبي. وبعد في نفس الوقت تقدر هي تدخل. أي. الثوب. اي مثل يعني الثوب. أي. خفيف ما في زري ما في تطريز. أي. دخل راسه فيه بدون ما تتشبع به. اي بدون ما تتشبع فيه. هذا هو انزين. وفي عندنا ثوب ثاني، هذه من التور ولا شيء؟ هذه حبيبتي هاي حق اذا في عرس تلبس الوحدة في العرس، يعني كله على ما قلتي شوفي شلون مخيط، شوفي مقطع يعني شوفي. اي نعم. هذه بروحها. هذه يسمونه من التور هذه. أي. من التور. هذه خلق تور. خلق يعني وتدش فيه النقشة وهي يعني إبداع يعني. ما صرت تخيطين بعد ثياب ولا؟ أي ثياب بس دراري. أخيط ثياب. أخيط كلش. إيه. إيه ما شاء الله. حتى شلحات خيط. ثياب شلحات خيط بعد ما شاء الله. منصور البطولة ما أنواع ولا لها أسامي معينة ولا وشو؟ إيه لها أنواع. شلون؟ في نوع حسب القصة؟ لا بحسب القصة. في نوع بطاطيل سادة. أي. في نوع يحطون لهم برقع نجوم اللي يحطون ذهب فوقها يبهتة مني. هذا نجوم ومن تحت حروف يحطون لها. رئيسي سمونه برقع رئيسي. رئيسي. إيه برقع رئيسي سمونه. نعم. إيه نعم. بطولة لها نوعين. صحيح. اي نعم. هذه اكيد حق المناسبات. اي حق المناسبات صح. اي صادقه. والحين ام علي انت جابت لنا بطوله. هذه طبعا القديم اللي له خيط هاي. ايه. الخيط مال الاول هاي قديم. بعدين تطور طبعا الخيط وصار يشترون هاي ويحطون اللي هو في طبعا لمعه وفي خرز. وفي ناس معينين هم اللي يقرضون البطوله ولا يعني رعيه البيت؟ لا في ناس معينين هم اللي يقرضون البطاطيل. يقرضونها. أيه. وتوصين عليها بعد يعني من كثر الزحمه اللي عندها توصينها انها تسوي لك بطاطيلك. نعم. أيوة. صحيح. ولو البطاطيل الواحده ما تحطها في كيس ولا دلالها علبه عشان ما تتخترب ما يصيدها شيء تحطها في العلبه وتحمل فيها. يعني لها طريقه معينه على اساس انها تحافظ عليها. حق حدوطها الحين. حق طبعا طلعوا في قراطيس شفافه تلات البطوله فيها. تلف فيها. عشان ما تخترب. اي عشان كذي. طبعا هاي وهاي الاوليه. أيه. طبعا هاي الخيط. هاي يدش طبعا هاي الخيط. نعم. يدش هني طبعا على اساس انه على اساس ان المراه تضيق حد راسها حسب ما. أي. تسحبه كذي وهو يتضيق على راس المراه. أي. وبعدين تنفذه في راسها عشان ما يتحرك. ايوه. هي البطوله تنحط من فوق الملفع. اي من فوق الملفع البطوله. والملفع او الشيله بعد كانت انواع. اي انواع. نعم. أي. انواع طبعا زينهم العبا. اي نعم. ومثل ما قلتي العبي بعد انواع. انواع. نعم. شنو هي اساميهم او شنو هي انواعهم؟ انواعهم شيء يسمونها خليفيه، شيء يسمونها مهيله، شيء يسمونها مسمكه. هذه على حسب القصه ولا الخياطه؟ لا الخياطه. الخياطه او على حسب الخلق. مهيله زري خالي. أي.
أيوة. والخليفية زري ومعاها بريسم حمر. نعم. إيه نوعين دفوف خياطهم نوعين بعد. هني معنا جابت لنا عبا. إيه جابت لك الخليفية. الخليفية. إيه خليفية. زين نشوف الخليفية مع بعض. إيه. اللي هي. زري خالي. شرحي لنا إياها يا معالي. قولي لي. أم سمكة. إيه هذه هي. هذه بعد أنت مدخلة فيها خط حمر. الأحمر وفيها الإشميلات طبعاً اللي هي محطوطة تحت. والقطعة اللي هي مطرزة. بس هذه حق المناسبات حق حق المناسبات بس حق العروس حق العياد بتروحين هدية يعني العروس رايحة هدية تلبسينها انت تلبسينها نعم صحيح بتسيرين على الناس يعني مال الكتف ولا راس لا راس راس ها أيوة. اي عاد لين حطت طلع هذيم دار مدارات يعطيكم العافية وأكيد أكيد بعد في زيادة عندكم واضح من الأغراض الموجودة في الخير وايد في الخير وايد بوجودكم صراحة الله يسلمك يعطيكم العافية وشرفتونا اليوم في ميلسنا الله يسلمك وعيدكم الله عليه إن شاء الله الله يعطيكم على إن شاء الله إن شاء الله وياكم بالصحة والبركة إن شاء الله مبروك علينا وعليكم رمضان إن شاء الله علينا وعليك الله يسلمك ومثل ما سمعنا تكلمنا عن الأزياء الشعبية مع أم علي وأم منصور وهذا كل اللي عندي من ميلسنا الشعبي هذا الأسبوع والكلمة عندكم في الاستديو نشكر زميلة حصة وأم علي وأم منصور ويسن سوالفهم وايد حلوة تعلمنا منها خلود حفظتي كم من كلمة ولا حفظت كم من كلمة بس أبعثت شوي نذكر مشاهدينا أي أفكار المشاريع المنزلية تستحق الدعم تواصلوا معنا عبر هاشتاج برامج عصرية فاصل وراجعين حياكم الله من جديد في هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية اللي نعيشها في رمضان في هذا الشهر الفضيل نشوف في كل مكان الأعلام الوطنية ترفرف والفنانين الرسامين القطريين أبدعوا في ترجمة مشاعرهم وحبهم القطر وأيضاً لأمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واحدة من هذه الإبداعات مشروع جميل ومميز وهو مشروع بصمة فن بأنامل القطرية اللي نشوفها الحين قدامكم إيش رأيك خلود في هالأشياء الحلوة؟ فعليا هالصوره قلنا نشوفها مشاركه في كل مكان تبارك الله هذا اللي اعتمدناه رسميا الشعب اعتمد هذه الصوره رسميا حتى لو تشوفين حتى على سيارات الاخويه والفزعه يعني ما شاء الله حتى هم اي حتى هم امس شفت سياره بعد ان استغربت فحلوه هذه الروح يمكن قرقعنا احنا بروح وطنيه هذه الصوره زين واحنا بنعيد ان شاء الله بروح وطنيه نفس ما قلنا احنا ندعم المشاريع فاللي عندها مشروع وحابة أن احنا نعرضه هذا أنتم شايفين صاحبة مشروع بصمة فن بأنامل القطرية تميزت بإبداعاتها الحلو خلود أن هي تطبع لك وترسم لك على هذه الأشياء الأدلان جميل وأكيد في النهاية يعني اللي أنتم تبون تطلبونه منها هي ممكن ترسمها لكم على الدلال يمكن قبل كانوا يحطون أسماء العوايد وكذي الحين هالصورة الحين هالصورة موحدة حتى على شوفينها على الواتساب في تويتر في كل مكان ما شاء الله الواتساب السيائر التويتر وسائل التواصل الاجتماعي كلنا اعتمدناها ان شاء الله فنفس ما قلنا لكم اي مشروع حابين تعرضونه حتى لو صاحبة المشروع ما تبي تكون معانا نقدر ان شاء الله نعرض منتجاتها والحلو في هذه خلينا نقول صاحبة هذا المشروع الله يجزيها خير هي مبادرة إنسانية بعد تساهم 5% من صالح أو اللي يعني اللي راجع لها من فلوس طلع 50% للمحتاجين تقدروا تتواصلوا معها على 3350901 3 قولي الرقم مرة ثانية راح الرقم تواصلوا معها 3350901 3 تواصلوا معاها وهي أيضا عندها أكاونت على الانستغرام عندها أشياء وايد جميلة قبل ندش الهوا خلود تميت أشوف انستغرامها صدق عندها أشياء وايد حلوة حلو أكيد بينزل مقطع من الفيديو دام أنك ما كنت تبي تكوني معانا يعني تقدري تعلقين تحت المقطع الفيديو اللي بينزل في الانستغرام أساس الناس تقدر تتواصل معك بعد هاي فكرة حلوة خلود أكيد تعلق تحت البوست أي أن على الأقل المرة الجاية اتصال بس أن تتكلمين أنت عن منتجاتك أن يعني إن شاء الله نكون عطيناها حقها هاي دعوة من خلود حق صاحبة المشروع إن شاء الله إن شاء الله
أنام القطرية. شكرا لهذه المنتجات الحلوة، أتوقع خلاص تم الاستيلاء عليها ما راح ترجع لكم. نشوف معاكم حزاية جديدة مع الراوية أمينة البدر، وحزاية اليوم بعنوان القطرة. خلينا نشوف الجزء الأول منها. صلى على النبي يا عيالي، صلى الله عليه وسلم. أقول لكم اليوم قصة ذاك الشيخ الطيب اللي حاكم ذيك البلاد، وكل موسع صدرهم كل سنة يسوي مسابقة، كل سنة يسوي مسابقة. ذيك السنة سوى مسابقة الهجن، واللي يفوز اللي يفوز جمله يعطيه هدية ويستانس ويجسم على عائلته ويفرح. ومرة سوى سباق حق الصبيان الصغار، واللي يفوز يفرح حاله يعطيه هدية كبيرة. وذي السنة قال لهم تشوفوا يا العرب، الحين بسألكم سؤال السنة، اللي بجاوب عليه بس أبي جوابه عقب سنة، دور السنة يبوا لي جوابه. أبيكم هالسؤال أبي تعرفون لي أقلى قطرة في العالم، أقلى قطرة في الدنيا كلها تقولونها لي. تعجبوا الناس، شو السؤال؟ شنو أغلى قطرة في العالم؟ أنتوا شو تقولون؟ شو أغلى قطرة في العالم؟ قطرة المطر. المطر يمكن. وأنتي أمينة أي قطرة؟ العسل. وأنتي يا فاطمة؟ الماي. الحين بنشوف الحين الشعب احتار، الشيخ ذي يبي الحين أغلى قطرة. واحد اتفق، الحين أربعة صبيان شباب يعني، قالوا الحين إحنا بنروح في كل بلاد، بدي روح واحد اسمه عبد العزيز، واحد اسمه سند، واحد اسمه راشد، واحد اسمه مايد. قال كل واحد بنروح بلاد وبيشوف. عبد العزيز راح صوب العلماء ويدرس وياهم ويكتب وياهم ويشوف، يكتب يقرا في الكتب شنو هي اغلى قطره، يبي يدور شنو هي اغلى قطره في العالم. ديش اليوم احتاج يسال سؤال، وراح حق العالم، شوف العالم قاعد ويكتب، يحط الريشة في الحبر ويكتب. قال ها أقلى قطرة هي قطرة الحبر. قام حط نقطة الحبر في قرشة وسكر عليه، قال هذه يمكن أنا أفوز، هي القطرة الحبر هي اللي كتبت الكتب وعلمت الناس، ولولا الكتب ما الناس ما تعلموا. الحين انتوا لين في المدارس تدرسون ما تدرسون من الكتب، ايش بكات بينها غير بالحبر؟ قال هذه أقلى قطرة في الدنيا، خشها وراح. ورفيج الثاني راح الصحراء اللي هو سند، يمشي في الصحراء يمشي موت من العطش، كمل الماي اللي عنده وكمل الزود اللي عنده، حين يتلفت يبي يشرب بس شيء يبل بالعومة، وتلفت من بعيد اللي يشوف شير نخل، قال بس ما شوف ما دام في شير أكيد فيه ماي، ويدبت هناك صوب النخل اللي يشوف ماي ويشرب غير حاسي. قال بلبل قطرة الماي هي أغلى قطرة، يمكن لولا الماي كان أنا ميت. وقام حط له ماي في قرشه وسكره، وقال بوديه حق الملك، يمكن أنا اللي أفوز، هاي أغلى قطرة، لولا الماي كان أنا الحين ميت، أمشي في الصحراء عطشان. وخلاها. ورفيج الثاني الحين راشد، وين راح راشد؟ راح يدور في البلادين، بنشوف راشد راح من وادي لوادي. صلوا على نبيكم الهادي، صلى الله عليه وسلم. الحين بنشوف وين راح، بس ابيكم ترتاحون ترقدون، وبعدين ان شاء الله بنكمل لكم الحزاية. قطرة، وهذا كان الجزء الاول من قطرة. ان شاء الله نشوف مع المشاهدين الجزء الثاني. يمكن اللي ما كان معنا من شوي نرجع نذكر بالمشروع اللي معروض قدامنا، بصمة فن بأنامل قطرية. تقدرون تتواصلون معاها إن شاء الله على إنستغرام القناة بعد شوي. وشنو عندنا؟ نختم مشاهدينا، وصلنا نهاية حلقتنا لليوم ونختم. نشوفكم
تقرير، عندنا تقرير. تبي تكتبين سائلة؟ شفتي شلون؟ أو يمكن أبي أبوكم خلود. قبل الهوا تقول لي تبي تاخذهم، فأنا أبي أبوكم بسرعة. مشاهدينا خلونا الحين نروح حق تقرير ونقول كرمت مؤسسة التعليم فوق الجميع متطوعي برنامجها أيادي الخير نحو آسيا اللي شاركوا في مشروعها رمضاني لسنة 2017، وتم التكريم خلال حفل إفطار نظم في المركز الترفيهي بالمدينة التعليمية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. خلونا نتابع. نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها أياد الخير نحو آسيا روتا حفل إفطار لمتطوعيها الذين شاركوا في مشروعها الرمضاني 2017. اليوم احنا في تكريم متطوعين أياد الخير نحو آسيا اللي شاركوا في البرنامج الرمضاني. طبعا برامج اللي صارت في رمضان عبارة عن إفطار، زيارات لمستشفيات، فعالية مع أطفال التوحد. فاليوم إحنا كمتطوعين استفدنا وايد كثير واستمتعنا إن إحنا نشارك المجتمع في رمضان ونستغل وقتنا في شيء ممتع ومفيد. فاليوم الحمد لله يعني أنجزنا شيء كبير، واليوم المتطوعين كلهم يستحقون الشكر على الشيء اللي سووه اليوم. برامج روتا خلال فترة رمضان فتضمنت المشاركة مع أطفال التوحد ومع دار العجزة، وأيضا مشاركة في أن احنا نوزع الهدايا على العمال. وهذه المشاركات صراحة ساهمتنا وعتنا أكثر من ناحية الفئات اللي احنا تقابلنا وتطوعنا معاهم. وتهدف هذه المبادرة إلى التعبير عن تقدير المؤسسة لجهود المتطوعين في خدمة المجتمع المحلي، ويشارك متطوعو روتا على مدار الشهر الكريم في أنشطة خيرية متنوعة، كما عملوا في تقوية أواصر التعاون مع الشركاء، وهو ما ساعد في التوعية بأهمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي. الله يوفقكم إن شاء الله ومبادرات جميلة. فعليا أعمال خير في كل مكان هالأيام. مشاهدينا وصلنا وياكم لختام عصريتنا اليوم، نتمنى تكون نالت رضاكم وأن أضفنا شيء جميل ليومكم. إن شاء الله لأي استفسار أو اقتراح تقدر تتواصلون معنا عبر هاشتاج برنامج عصرية أو عبر مواقع التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. نشوفكم بكرة فما الله.